أهلا بكم من جديد. 10 أيام بالتمام والكمال، ونستقبل الشهر المبارك الفضيل رمضان. كل عام وأنتم بخير كالعادة. زي ما تعود المواطن مع بداية شهر رمضان بتزداد الأسعار، لكن بنسب، ودي طبيعة يعني بواقع ان احنا متعودين على العزومات، ومتعودين على ان الواحد بيعمل الفطار وبيكلف وبيظبط، فكل سنة كان بتزيد الأسعار بنسبة 3-4-5%، لأن في زيادة في الأسعار منذ بداية العام وصلت لأكثر من 100%. بعض السلع زادت 300%. حكومة شغلها الشاغل ووعودها وكلامها على لسان وزارة التموين، سادة في الغرف التجارية، سيد رئيس مجلس الوزراء، الإعلاميين والصحفيين والناس التابعين للحكومة، اصبر يا مواطن، على دخلة رمضان الأسعار هتنزل. استنى يا مواطن، خلي بالك، الحكومة مش هتتخلى عنك في الشهر الفضيل المبارك. فالمواطن النهاردة قاعد مستني الحكومة تتدخل تحلله مشكلة الأسعار قبل بداية رمضان، والمواطن مستني الحكومة توفي بوعودها اللي بتوعدها بقالها كام شهر. ومن النهاردة نفاجأ ان زي المواطن ما هو مستني الحكومة تنزل له الأسعار، قال ايه، الحكومة كمان مستنية المواطن يصوم فيمتنع عن الأكل فتنزل الأسعار في رمضان. والله ده اللي حصل. الكلام قاله السيد نقيب الفلاحين، واللي قالك نعول على فترة الصيام لدى المسلمين والمسيحيين التي يفترض أن يخف أو تخفف الطلب على البروتين الحيواني. ده كان كلام سيد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين والمقرب من النظام المصري، وقالك أن الحكومة النهاردة بتعول على المواطن، المواطن بيعول على الحكومة تنزل الأسعار، والحكومة بتعول على المواطن يبطل يأكل لحمة. المواطن مستني الحكومة تتدخل بما لديها من إمكانيات عشان تحل مشاكل زيادة الأسعار، والحكومة كمان مستنية المواطن يتدخل فيبطل يأكل سواء كان مسلم أو مسيحي فالأسعار تنزل. شفت الخيبة بتاعتنا وصلت لحد فين؟ شفت المصيبة اللي احنا فيها وصلنا لحد فين؟ الحكومة النهاردة قال ايه؟ بتعول على المواطن. طب ما ينفعش كده نعول مرة على الجماعة بتوع وزارة المالية، طب نعول على وزارة التموين، طب نعول على القروض اللي احنا عمالين بنجيبها بالسلف والدين من برة، طب نعول على المشاريع والإنجازات اللي انتوا بتكلمونا عنها، طب نعول على فلوس المسلسلات بدل ما نجيب مسلسلات ونجيب كالعادة حضرة الضابط الكيوت الجميلة أبو عنين خضر اللطيف، والملتحي مش عارف الراجل اللي مبرق والغليظ، بدل ما ندفع الفلوس للناس دي طب ما نديها لأكل المواطن، لدعم المواطن، نعول على مؤسسات الدولة. لكن يبدو أن الحكومة هتفضل طول عمرها تلبس المواطن وتعول على المواطن. النهاردة وإحنا داخلين على رمضان، 10 أيام على رمضان، المواطن مستني الحكومة تتحرك، والحكومة مستنية المواطن يصوم ويبطل أكل. طب فين بقى الوعود اللي انتوا كلمتونا عنها؟ طب فين استنوا واصبروا وانخفاض وشيك في أسعار الدواجن واللحوم والأسعار قريبا والأسماك قريبا؟ مش ده اللي كان بيتقال؟ مش ده الكلام اللي كان بيتقال خلال الكام شهر اللي فاتوا؟ وقال لك انخفاض وشيك. نفس الكلام ده قالوا مين؟ قالوا حسين أبو صدام، اللي بيقول النهاردة مستنيين المواطن يصوم. اسمع كده حسين أبو صدام هو بيكلمك عن انخفاض الأسعار مع بداية شهر رمضان، مش بفعل الحكومة وتدخلاتها، بل بفعل ان المواطن المفروض يبطل يأكل لحمة في رمضان. نتابع. ده حسين أبو صدام، واللي كان بيوعدنا قبل كام يوم ان الأسعار هتنزل، النهاردة بيقول ان احنا مستنيين المواطن يبطل أكل. طب فين كلام الغرف التجارية؟ اهو الغرف التجارية قالت لك انفراجة قريبا بأسعار الدواجن مع حلول شهر رمضان، وده كان يوم 8 مارس اللي فات، يعني قبل كام يوم. النهاردة احنا على مشارف شهر رمضان، ومن الاخر كده مش باين لها يعني خيط نور. النفق اللي احنا ماشيين فيه ده في النهاية مفيش فيه اي خيط نور، ماشيين كل يوم بدل ما بنطلع لفوق لا احنا بنغرس تحت وبننزل، بدل الاسعار ما بتتحرك وبتنزل لا ده الاسعار اخده في سكتها واخده المواطن وراها وسحباه، وربنا يستر على الايام اللي جايه. النهارده احنا اهو داخلين على رمضان، الناس منتجي الدواجن
اللي هم احنا بنتكلم النهارده عن 2,500,000 مواطن الناس بيلطموا بيستغيثوا بالساده المسؤولين. قال لك منتجي الدواجن للحكومه انقذونا، اسعار كرتونه البيض قفزت بجنون ومتوقع وصولها ل 200 جنيه في رمضان القادم. كرتونه البيض النهارده بكام في المزرعه؟ قال لك ان كرتونه البيض النهارده في المزرعه 135 جنيه، توصل للمواطن ب 140-150، متوقع في رمضان القادم توصل 200 جنيه، يعني البيضه الواحده هتعدي 8 جنيه يا حكومه. المواطن مش هيلاقي ياكل لحمه في رمضان يا حكومه، ده اذا لقى ياكل رز او يستخدم زيت او حتى لقى رغيف عيش ياكله المواطن في رمضان، شهر الكرم وشهر الجود الشهر الفضيل، والحكومه كانت بتوعدنا انها هتحل المشكله، لكن لا الحكومه عندها حلول ولا منتجي الدواجن عندهم حلول، ولا اكتر من 100 مليار جنيه استثمارات في قطاع الدواجن اللي النهارده خسروا الجلد والصائد عندهم حقوق، والسبب الحكومه اهو. منتجي الدواجن قال لك قفزه جديده في اسعار الاعلاف بسبب بطء الافراجات، اللي هو الحكومه حطت ايديها هنا وكل خرابه تطلع لنا فيها الحكومه، كل مصيبه سوده تلاقي الحكومه هي السبب. الحكومة بتفرج عن الأعلاف ببطء فبتعطش السوق، فالفراخ بتموت، فالعلف سعره بيزيد. فالنهاردة سعادتك طن الصويا بعد ما كان ب 28 جنيه الأسبوع اللي فات، النهاردة وصل 33 جنيه، 5000 جنيه مرة واحدة زيادة في طن الصويا. الذرة بعد ما كان ب 15 النهاردة ب 17. قال لك كمان ان العلف تم الصنع بعد ما كان ب 18 النهارده وصل 20,000 جنيه، ده ايضا بسبب الاجراءات الغلط اللي بتعملها الحكومه، بسبب القرارات العنتريه اللي بتاخدها الحكومه على قفا المواطن وعلى قفا الصناعه والتجاره واي حاجه موجوده في البلد. يوم الجمعه اللي فاتت اسعار العلف زادت مره واحده 400 جنيه للطن، اهو اسعار العلف ترتفع 400 جنيه للطن، ده كان يوم الجمعة 10 مارس 2023. فرض العقل والمنطق يقول لك طالما انت شايف بعينك المشكلة وشايف بعينك الوجع او الألم، مفروض تتدخل لحل هذا الوجع او لحل هذه المشكلة. المواطن بيقول ارحمونا من زيادة الأسعار، منتجي الفراخ والدواجن بيقول ارحمونا وفروا لنا العلف عشان نقدر نوفر المنتج للمواطن، الخبراء بيقولوا ارحمونا، والمستوردين بيقولوا ارفعوا ايديكم عننا دخلوا الاعلاف عشان البلد تشتغل وتمشي. قوم النهارده وزاره التموين وهي شايفه ال 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 المصيبه اللي احنا فيها تقرر كالعاده بتختار الحل الاسهل. تعرفش ايه حكايه الحل الاسهل مع البلد؟ ايه حكايه المسكنات والمراهم؟ بدل ما تدخل العلف اللي موجود في السوق قررت النهاردة وزارة التموين التعاقد على 2000 طن صدور ووراك ودواجن مجمدة جاية من البرازيل، جاية من البرازيل ميتة مش مذبوحة، مصعوقة بالكهرباء، عفنت في الطريق، السادة الضباط عاملين سبوبة ومصلحة. المهم احنا سايبين الدنيا بايظة في قطاع الدواجن، وسيب الناس دول يتخرب بيوتهم، وسيب الفرخة النهاردة سعرها يتجاوز 250 جنيه وكرتونة البيض 200 جنيه، وتعالى نجيب فراخ جاهزة من عند الخواجة البرازيلي، الفراخ اللي احنا جايبينها جاهزة دي نعمل سبوبة على قفا المواطن ونبيعها، واللي عاجبه ياكل واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيطة. احنا اصلا مش عايزينك يعجبك، ده كلام الحكومة، احنا اصلا مش عايزينك تاكل، احنا اصلا مستنيينك تصوم عشان توفر اكلك عشان ناخد اكلك ده نعمل بيه مسلسلات نعرضها لك في رمضان. ده لسان حال الحكومه النهارده. يبقى الحكومه بدل ما تحل المشكله واحنا داخلين على رمضان قالت ايه؟ تعالى نجيب فراخ من بره، الناس بيتصد نفسها وما بتاكلش. زياده النهارده اللي بتثبت فشل او كذب وعود الحكومه مش بس في الفراخ، خد بقى عندك النهارده زيت الاكل زاد الطن وصل 61,000 جنيه، 61,000 جنيه ده الطن في الجمله، يبقى النهارده سعادتك بتتكلم بسم الله الرحمن الرحيم، لتر الزيت او ال 750 جرام النهارده في السوق بيبدا من كام؟ بيبدا من 75 جنيه وانت طالع.
الرز كمان قال لك ارتفاع الرز والزيت واسعار السلع الاساسيه ده خلال اليومين دول في الاسواق. الرز وصل 25 جنيه، سكر 22 جنيه، الزيت بيبدا من 75 جنيه وانت طالع. مفروض وبعيدا بقى عن مكانك اذا كنت مع دول ولا مع دول، وبالراحه كده بمنتهى الشفافيه من منطلق مصلحتك ومصلحتي، السؤال اللي بنساله دلوقتي هل الحكومه دي ماشيه صح؟ هل احنا فعلا ماشيين لقدام ولا مرشدير بنرجع لورا ورانا ترعه او مصرف هنتقلب فيها؟ هل فعلا الحكومه دي بتعمل انجاز على الارض ولا كل ده وهم وضحك على الدقون بيبيعوا لي الغلابه والغلابه بتصدق؟ الارقام هي اللي هتقول لك. الخبر ده من جريده الشروق ودي جريده مصريه مقربه للنظام وحضراتكم كلكم عارفين الشروق. الشروق بترصد الفرق ما بين الاسعار فبراير اللي فات وفبراير النهارده. يعني سنه 12 شهر. ال 12 شهر دول كانوا ملأى بالانجازات وملأى بالمشاريع ومليانين بالفتوحات، افتتاحات المشاريع مش الفتوحات، ومليانين بالكلام اللطيف الظريف عن ان احنا عملنا طفرة وان احنا حققنا اللي محدش حققه، وقف الخلق جميعا ينظرون ازاي الحكومة الرشيدة بتاعتنا بتتعامل مع الملف الاقتصادي. مش ده اللي انت سمعته خلال السنة اللي فاتت؟ ومش كل يوم بتصحى من النوم يقول لك بيفتتح مجموعة من المشاريع وبيقول لك حققنا طفرة مش عارف فين، وحققنا معجزة مش عارف فين، وأبصر إيه مش عارف فين؟ مش كل ده سمعته خلال السنة اللي فاتت؟ تعال بقى نشوف الأرقام. قال لك إن اللحمة زادت من فبراير اللي فات لفبراير النهاردة 95.1%، يعني بنتكلم عن 100%. اللحمة اللي كانت السنة اللي فاتت ب 120 و 130 النهاردة دخلت على 300 جنيه. قال لك إن السمك والمأكولات البحرية زادت 84%. ده رغم ايه؟ ده رغم ان الحكومة خلال السنة دي اعلنت عن اكبر مشروع للاستصراع السمكي في العالم، وقال لك هيوفر السمك وهنصدر لبره. قوم ايه؟ زاد سعر السمك والمأكولات البحرية 84.5%. قال لك كمان ان الحكومة كانت خلال هذا العام اعلنت عن مشروع البتيلو، وقال لك مشروع البتيلو ده هيوفر لنا اللحمة والدنيا هتبقى زي الفل. النهاردة اللحمة زادت 100%. الحبوب والخبز اللي هو بقى بنتكلم عن الرز بنتكلم عن الغلة زادت بنسبة 76.7%، رغم ان الحكومة لأول مرة حطت مناخيرها وقررت تجبر الفلاح انه يورد الغلة والرز. نيجي بقى للبن والجبنة والبيض، خلال السنة اللي فاتت زيادة 74%. خلال السنة اللي فاتت القوات المسلحة عملت مزارع للتسمين وعملت مفارخ وعملت مصانع لتصنيع الجبن والألبان، وقبضت على الراجل بتاع جهينة وبعد كده طلعته. ده واقع الأرقام خلال السنة اللي فاتت، واقع تصريحات الحكومة خلال السنة اللي فاتت، واقع عملنا وخلينا ورحنا وجينا. من الآخر كده الرقم بيقولك التضخم خلال السنة اللي فاتت زاد 300%، بعد ما كان 10% النهاردة 32.9%، يعني 33%، يعني 330% زاد التضخم من السنة اللي فاتت للسنة دي. مش عايز عشان بس نختم هذا الملف، مش عايز يعني احبطك واقول لك ان مع الاسف خبراء الاقتصاد بيقولوا ان اللي جاي اسوأ. اسوأ من اللي احنا عايشينه، اسوأ من اللي عدى، وان الزياده اكتر من اللي زادت. ليه؟ لان ترمومتر زياده الاسعار النهارده هو الوقود او البنزين او المحروقات. الحكومه رفعت المحروقات وقال لك ارتفاع جديد في أسعار السلع الغذائية بسبب زيادة الوقود وزيادة الدولار خلال الأيام القادمة. الدولار أخد في وشه، حكومة رفعت البنزين قبل كام يوم والمواطن وحده بيدفع الثمن. النهاردة عيدية الحكومة على دخول رمضان وحلول الحكومة وإحنا على مشارف الشهر الكريم. بطل أكل يا مواطن، بلاها لحمة السنة دي يا مواطن،
مفيش لحمه في رمضان يا مواطن عشان نحل مشكله اللحوم اللي عملتها اصلا الحكومه.